عسلامة مسيو. عسلامة. 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 قدموا لأرواحكم. مرحبا من الجزائر. احنا من الجزائر. انتم زوز معرسين. نسكنوا في بوردو، احنا جزائرية نسكن في فرنسا. وزينا فتنا لتونس. عندنا عرس في جابس. كان عندنا عرس هنايا في جابس عند حبيبو. وبعدها قلنا نضربوا دوره في تونس في لونطون حابين نجيو ونديروا اون فيزيت و سيتي اون اوكازيون. وانتي مدام ام زاكي. المهم كلكم جزائريين مقيمين بالخارج. جينا كاو جينا حوسوا شويه في تونس، جينا العرس عرسنا مع صاحبي في جابس باش نني شفنا العادات والتقاليد تاع تونس. شنو رايك في العادات والتقاليد نتاع روسيتنا؟ ما شاء الله هم كرمين برشا التوانسه. هذا ما حضرت ولا فرحوا بينا برشا برشا كيما يقولوا هزونا فوق الراس الزونه يعني ما شاء الله اهل الجنوب الحقيقه وي سيرتو اهل جابس ما شاء الله شنني تهلاو فينا ياسر اصلا ديجا عندي صحابي في فرنسا ديجا تونس مكرمين ديجا قلت عجبتنا التقاليد تاعهم تاع العرس تاعهم والاكرام والسياحه ثاني تعجبنا تونس نحن جيران ديجا الجزائر وتونس ديما تجيو ولا ديما نجيو نحن نسكنوا في لا فرونتيير تاع جهة البرقة. مدام شنو هو أكثر حاجة لفتت انتباهك في عادات وتقاليد نتاعنا؟ عجبوني عراسكم ملاح. ها شنو هو أكثر حاجة عجبتك؟ فيها الزهو بزاف. اللبسة مثلا. كلش باهي عندهم كلش باهي. عايشة مرحبا بيك وأنت. الأمبيونس مانيفيك مازالت عندكم الخلطة كيما نقولوا تاع بكري هذو الحوايج هكا عندكم يعني فريمون سي سي تراديسيونيل ا 100% عجبتني خلاص في الناحيه هذه خاطر ما شفنا الجيران كيفاش يوقفوا شفنا كيفاش هكا سمع عجبتنا ذيك الروح الاخويه بيناتهم هذيك الحاجه اللي عجبتني على الاخر بزاف يعني كان نسالكم سؤال اخر الحياه الزوجيه في الغربه كيفاش تكون وي صافا والله بيان الحمد لله لازم يكون متفاهم الراجل مع المراه يعني يتعاونوا شويه المراه تدير شويه صافي ما يقدرش راجل وحده لازم تقسموا فوالا الراجل يخدم برا والمراه تخدم في الدار مع الاوراق مع رونديفوات سينو ما تلحقش لكن انت يعني تختلف الحكايه كي تكونوا عايشين في الجزائر وكي تكونوا في الغربه وي 100% ديفيرونس كما تكونوش كوب الكوب تاع الصح سي با لا بين تكونوا كوب فكروني وين مقيمين في بوردو بوردو وي بوردو شويه زاده على علاقه اللحمات بالكنه ما شاء الله الله يبارك والله الحمد لله الله يبارك انت اخترت كنتك ولا كنتي حبتني حبيت انت اخترتها ولا هو عاش معناها قصه هكا اختارها ولدي وانا حبيت كما نحب ولدي نحبها هي احكي لي على اول مره شفت فيها كنتك شنو هو اكثر حاجه عجبتك فيها عجبني فيها كلش كيما واحده من بناتي واحدة من طفلاتي ما عرفتش شو تقولوا انتم كناتي واحدة من ضراير تقولوا ضراير انتم تونس ما عرفتش شو تقول تشبه لي يعني هكا في الزي وكل شيء من شافتني اول مرة قالت لي اخا نحسب بنتي واقفة قدامي من قالت لي هذيك الكلمة صحيح يعني سبحان الله تشبه البنت من بناتها هي منها وين بنات عايشين عائلة واحدة يعني كيف كيف هالحية تحبنا احنا نحبوها طايحة القلوب على بعضها مدام العبيد الكل تبهت هكا كي تلقى علاقة لحمات والكنة علاقة طيبة ديما يشوفوا إلي علاقة لحمات بالكنة فيها مشاكل هكا لا هي تعاملي البنات تعامل فيك مع خوتهم وأنا ثاني عملتها كيما بناتي كل لقيتها حاجة لا بالمثل يعني هي باهية دونك أنت باهية زيد لازم تعملها مليح على خاطر أنا طفل واعد في الدار وستة بنات رد بالك أما عنده طفل سما أنا كان وحدي وعندي ساعة عنده ستة أخوات بنات وحنا في دارنا شغل ماناش بزاف انا عندي اخت واحده سما كي شفت عنده اخواته بزاف انا نحب نلم ونحب هاي سما لقيت روحي في جو يعجبني على الاخر يعني المدام اعطتك ابنها الوحيد اعطيك الصحه اعطتني ابنها الوحيد وشغل شغل هي كيما نقولوا ربيتني على اساس اني انا غدو من غدو نكون انا مكانها سما اوبليجي عليا اني نكون انا مسؤول قد مسؤوليه اني نكون ام ونكون اخت ونكون زوجه في نفس الوقت ونكون يعني هكا وفي نفس الوقت نزيد نكون كنا مش غير يعني واحده متزوجه وخلاص هذه المسؤوليه اللي علمتني عليها واتفقنا عليها من اول يوم والحمد لله لحد الساعه كما يقول المثل عندي عين واحده وعطيتها لها هي كتبتها عين واحده نطلع فينا ونصيحه يعني كل زوجات لي اذا عينك في راجلك وفي باش تربحيه
عينك في أهله. هذه هي خذي نقولوا احنا بتونسي اللي خذي صباعيخ واليد الكل. اليد الكل منو المثل هذا؟ عندنا منه والله طيبه معايا انا بشيخه بالبنات بكل. علمتها الكنه نتاعك؟ علمتها كلش. شنو الحاجات اللي جات ما تعرفش تعملهم وانت علمتها لها؟ تعرف كلش يا مدام جات تعرف، انا ثاني علمتها على السيره نتاعي. طيبه والله تعرف طيب كلش، تعرف طيب كل شيء. والحاجات اللي خذيتهم من حماتك؟ كاين اكلات يعني تقليديه تاعنا عندنا في الجزائر يعني ما كنتش نعرفهم بزاف، واصلا المناطق اللي نسكن فيهم انا وهما شغل بعاد على بعضهم، شغل علمتني على العادات نتاعهم وتعلمت على الدار يعني كيفاش يمشيوا في السيره نتاعهم، كيفاش باسكو حنايا المونتاليتي تاعنا المونتاليتي تاعهم مش كيف كيف، كانوا بليجي لي نتاقلم معاهم وبعدين بشوي بشوية علمتني والحمد لله. يعني ما منيش من إنسان ذاك اللي هاب يعني، من علمتني على عادات شيخي عادات البنات عادات هموم صافي تعلمت. أحسن حاجة تعلمتها ونقولها هي ورق تاع الديول. إيش هذي الورق تاع الديول؟ ما كنتش نعرف نديرهم، هما يصنعوهم في البيت يعني في رمضان ولا هك ما يشروهش يعني واجد، حتى علمتني عليهم هي. قلت لها احنا ما عارفين نشريهم يعني احنا نشروهم برا واجدين، هم لا يديرهم فطار. قلت لها هات نتعلم عليكم. مره زوج جبتهم هكا تاع ضحكه مقطعين، خطره هكا خطره هكا حتى دروك صاي الحمد لله. هذه يعني حاجه دائما الصنعه هذه نقولها ماما علمتيني فيها وما ننساهالكش. خلاص كيفاش علاقتك مع معناها خويت زوجك؟ كلش باهيه، اخواتي وصحاباتي وكلش يعني ما عندي، انا ما نخلطش بزاف مع البرانيه يعني شغل ما عنديش صحابات، هما صحاباتي يعني نحكيو لبعضنا كل شيء. كي نجيو هكا نتلموا في العطله نطلعوا كيف كيف، في لي فاكونس انا مع بعضنا، في حتى وني بالهي بالغربه 24 ساعه بالتليفون يعني نكلموا بعضنا. ما كانش يعني فرق بين يعني مش كي ما تقوليش يعني ها خوت زوجي اللي يشوفها يقول لك لا هذه صاحبتك ولا اختك. هذيك هي هكاك سر نجاح العلاقة ما بين الحميت والكنة؟ هو الزوج. هو الزوج. ايه. كيفاش؟ على كيفاش؟ ما يفرقش بين الزوجة وبين الأم وحدة ومكانها. الحمد لله. الحمد لله. فهمت. مشكل بين أمي ومرتي وما دخلش روح. حتى جامي دخل روح. ما دخلش روح خلاص. كانوا يقعد نقاش بيني مثلا بيني وبين ماما ما تفهمناش في كلمة ولا حاجة، يعني مثلا كاسدي ديما اللغة مش كيف كيف. تقول لك لا مروح عندنا هكذا ولا هك. هو جامي يتدخل، الراجل خلي روحه بصفحة وخلينا هذه حاجة يقول لك أمور تاع نساء تفهموا ببعضكم. تصير مناوشة بينك أنت وزوجك مثلا؟ شوفي حميتك يقفوا معايا لا يا مربوح. وأنا هو دايرني أفضل أم، ما كانش حاجة طلبتها ما دارها ليش. الحمد لله. كل يحكي معايا ولا يعرفني كلمة تقوله لا ما تخليش علي عليك لمي وعليا. نوقف معاه ديما ما نوقفش معاه هو. يوقفوا معايا أنا ويقول لهم دايما حقريني. كلهم حقريني أنا ولدكم. يقول لك صحة مدام، ما أحلاها كي لحميت تحسب كنتها كيف بنتها والكنة تحسب لحميت كيف أمها بالحق. أعطيني نجزع ولدي معليش بصح ما نجزعش بنت الناس. أمانة الحمد لله والله أمينة. يعني متهلين فيا على العين والراس يعني شيخة كي كل كلش يعني ما شفتش منهم يعني ولا حاجة يعني تضرني ولا تضر ولادي ولا يعني الحمد لله درك أنا تقريبا في 10 سنين معاشرة الحمد لله والله الحمد لله 10 سنين وربي يدومها إن شاء الله أطول. يعطيكم الصحة ومرحبا.